بدأنا نقابل مجموعة من الباحثين عن عمل، وبدأنا نروح لهم في القرى، ويمكن الصور قدام حضراتكم عندكم ناس يعني كنا بنقابلهم في تلبانة، وناس بنقابلهم في بدواي، وناس بنقابلهم في مقر الجمعية. كمان الحقيقة عملنا مجموعة من اللقاءات التنسيقية، وبرضو لازم أوجه كل الشكر لقيادات التربية والتعليم في الأهلية. كان معانا الأستاذ طارق المرسي مدير إدارة التعليم الفني في غرب، الدكتور أشرف العدل، عملنا لقاء الأستاذ أشرف الغرباوي ما نسهوش، هو بيبص لي بصة كده شزرا فافتكرت على طول، أنا آسف. فاجتمعنا في بيت العمدة ميت علي الحقيقة، كنا في شهر رمضان اللي فات، وكان معانا مجموعة من السادة النواب، وقعدنا وعرضنا الفكرة، وبنعد حاليا لمشروع ان احنا نعمل مرتقى للتوظيف في الخط يعني بتاع بين علي وطناح كده في المنطقة دي. نفس الحكاية اللي هو خالد حماد عضو مجلس النواب السابق، يعني الحقيقة هو من تلبانة نفسها، وهو كان شغوف قوي بالموضوع وصديق شخصي للاستاذ اشرف. جالنا الجمعيه وحب يتعرف على الطبيعه ويشوف الموضوع هو ايه، وجه وشرفنا. على الجانب الاخر خدنا الاتجاه الاخر في المركز ومدينه المنصوره، ورحنا بدواي وجمعنا كل الناس الكبار بتوع البلد وقعدنا معاهم، وكان معانا احد رجال الاعمال هو المتبني الفكره، لان هو اساسا من بدواي، الاستاذ محمد حسن راس، لو حد من حضراتكم تعرفوه. وقعدنا الحقيقه وجهزنا وحضرنا علشان برضو الفتره اللي جايه عايزين نعمل مؤتمر هناك نعرفهم يعني ايه مشروع واحنا بنستهدف مين. الحقيقة التحديات كتير، فكان عندنا مشكلة كبيرة في موضوع الوظائف. كل الناس بتقول الشباب اللي بيدور على شغل كتير، بس على الجانب الآخر الشباب ده هيشتغل فين؟ فكان موضوع صعب، التوقيت صعب ولا يزال صعب، بس بكرم ربنا وبالقاعدة اللي بتملكها الجمعية، لأن احنا شغالين تقريبا مع 470 مؤسسة، 470 مصنع، 470 شركة، 470 مطعم. بدأنا نشتغل مع الناس وبدأنا نتكلم معاهم وبدأنا نتحرك، والحقيقة كان في كرم كبير من ربنا علينا، وإن احنا جمعنا تقريبا لغاية دلوقتي 650 فرصة عمل، اكتر من المستهدف، وما زلنا بنتحرك وما زلنا بنسعى ان احنا نخاطب مجالات جديده ونخاطب اماكن جديده. يوم 12/4 عملنا مؤتمر كبير في تلبانه، حضر معانا مجموعه كبيره من تلبانه. بالنسبه لي انا من وجهه نظري الشخصيه يعني هي كانت مجموعه مش قليله، كتير بص للموضوع من منظور ان احنا يعني كنا محتاجين اعداد اضخم من كده، يعني خلينا نكون واقعيين، احنا بنخاطب قريه هي بقالها سنين كتير بتصدر هجره غير شرعيه، فمعنى ان يجي لنا عدد ويقعد معانا ويسمعنا في المؤتمر اللي عملناه ده في حد ذاته شيء طيب. وبالمناسبه لما جينا نبني بعد كده احنا كنا كل اسبوع فريق العمل موجود هناك في استضافة جمعية أصدقاء المرضى، وكان بيجي لنا أسبوعياً 20-30 واحد عايزين يقدموا. صحيح الإقبال كان من الرجالة مش كتير زي السيدات، ولكن في النهاية إحنا عملنا نوع من أنواع الحراك في البلد، وهو ده الهدف الرئيسي من وجهة نظري الشخصية. علشان نشتغل بشفافية ونبقى محترمين نفسنا قدام المجتمع قبل ما نحترم كمان الناس، كان لازم نعمل للتدريب اللي هيتأدى ده كراسات شروط، ونعمل له إعلان في جورنال،
علشان تتقدم الهيئات والمكاتب الاستشارية ومراكز التدريب المختلفة، علشان يعني اللي هيرسى عليه العطاء أو المناقصة هو اللي ينفذ معانا البرنامج التدريبي. الحقيقة احنا عملنا كراسة الشروط واديناها لرئاسة مجلس الوزراء أو للجهاز، والجهاز مشكورا عمل نوع من أنواع المراجعة والتدقيق عليها وادانا الموافقة علشان نبدأ ناخد خطوات إجرائية مرتبطة بالإعلان عن المناقصة في الجرائد الرسمية. وبالفعل يوم 6/5 أعلننا عن المناقصة في الجورنال، جورنال المسا، علشان نبقى ناخد أولى الخطوات المرتبطة بعملية التدريب. إحنا مستنيين من حضراتكم إيه؟ بعيدا عن إن إحنا مستنيين كتير، لأن إحنا بحكم شغلنا مع التربية والتعليم على مدار 12 سنة إحنا مستنيين كتير. مستنيين إن إحنا كلنا نطلع من القاعة النهاردة، لو كل واحد فينا ساعد شاب أو ساعد فتاة عايزة تبدأ حياتها أو عاوز يبدأ حياته أو فقد وظيفته أو غيرنا المفاهيم عنده، يبقى إحنا نجحنا نجاح كبير، وهو ده الهدف من قعدتنا النهاردة. الهدف الأول أو الدور الأول المنوط به التربية والتعليم هي المشاركة في إقامة ملتقيات التوظيف. طبعاً حضراتكم عارفين في ظل الظروف الاستثنائية إن إحنا لما نحب نعمل ملتقى للتوظيف كنا زمان ممكن نعمله أستاذ محمد في أي مكان في أي حتة، هتقولنا حتة واسعة ونعمله وكده يعني. دلوقتي الموضوع صعب، والحقيقة أنا لازم يعني أوجه شكري لكل القيادات الأمنية في المحافظة إن هم تحملوا عبء إن إحنا نعمل مؤتمر في شهر 4 في تلبانة في ظل الظروف اللي بنعيشها، وما زالوا مصرين إن هم يقدموا كل الدعم، ولكن تحسبا دايما في ملتقيات التوظيف اللي بيبقى فيه اعداد كبيره من الناس، فقال لك ملتقيات التوظيف تتعمل داخل المدارس علشان كل فصل منفصل عن الاخر ونحقق التباعد زي ما حتى حضراتكم شايفين في القعده بتاعتنا النهارده. عايزين نعمل ندوات تثقيفيه لشباب الخريجين علشان نبرز دور القطاع الخاص، والحقيقه المهندس رضا هيكلمنا في النقطه دي باستفاضه في كلمته بعد ما اخلص على طول. عايزين نخاطب الشباب الباحث عن فرصة عمل من خلال ان هو يشارك معانا في فعاليات المشروع، وان احنا كمان عايزين نحط البوسترات اللي بتدل على المشروع بتاعنا داخل المدارس، داخل الادارات، داخل المديريات. والحقيقه احنا عندنا موافقات بهذا الامر، وكان في تعاون كبير قوي زي ما قلت لحضراتكم من الاستاذ علي في هذا المجال، ولكن عايزين نتوسع اكتر واكتر. عايزين نعمل لقاءات حواريه مع احد رجال الاعمال، والحقيقه انا عندي في او عندنا في الجمعيه تجارب كتير لشباب كتير بدا مشروع بمكانتين والنهارده عنده 150 مكان. ما عندناش ما يمنع خالص ان يبقى في لغه حوار، اتصور ان هي دي الاجدى والاهم. عندنا المهندس توفيق عوض الله يقدر يقول لنا بدا منين وبقى فين، فاحنا عايزين بتاع زمان ده. عايزين يبقى في حشد لكافه الامكانيات البشريه لتنفيذ انشطه المشروع المختلفه. عايزين نستفيد من الكوادر البشريه المدربه في التربيه والتعليم، يعني نستفيد من الخبرات اللي موجوده عند حضراتكم، المهارات الفنيه عند الساده المدرسين الموجهين ايا كان كل واحد في المهن اللي احنا بنخاطبها، علشان نستفيد منه في التدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل. عندنا قاعده معلوماتيه كبيره، عندنا قاعده بيانات لناس اتخرجت بالفعل، مفيش عندنا ما يمنع ان احنا نخاطبهم ولو برساله صغيره. يبقى احنا بنقول لهم ان احنا مش معنى ان انت اتخرجت فاحنا نسيبك. كمان احنا عايزين نعد البرامج اللي هندرب عليها الناس. مده التدريب اللي هنعمله ده مش عايزه اي برنامج كده يتعمل ده 22 يوم ما هماش كافيين، فعايزه حد بروفيشنال من موجهين العموم، من موجهين الاوائل هم اللي يعملوها، او جايز مدرس بيبقى ليه علاقه بسوق العمل فهيبقى اوقع واوقع في العمليه التنفيذيه.
كمان عندنا الورش والمعامل التدريبيه داخل المدارس نقدر نشتغل عليها، وخاصه ان احنا عندنا ادوات وعندنا معدات كتير داخل المدارس نقدر نستثمرها لخدمه الشباب. يبقى احنا كده بقينا بنتحرك في نطاق الخريجين ونطاق الطلاب. المناهج الدراسيه، كتير من المناهج الدراسيه عندنا انتوا زي ما حضراتكم عارفين المناهج بتتطور وبتتغير بصفه مستمره، ومعالي الوزير بيدي اهتمام كبير لموضوع ان احنا نشتغل على تطوير المناهج، وعندنا حاجات كتير بتبقى يعني متواجده، نظام الجدارات اللي معمول الجديد، التكنولوجيا التطبيقيه وخلافه من البرامج اللي ممكن نستفيد بيها في المشروع بتاعنا. اتمنى ان انا اكون غطيت لحضراتكم كل حاجه، ولو في حد عنده استفسار عنده اقتراح ممكن في المناقشه المفتوحه نبقى نتكلم فيها. بشكركم واسف ان انا اطلت عليكم. Yeah.